غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية مع مهند الخطيب. أهلا بكم إلى غرفة الأخبار ونتابع فيها: مصر والسعودية وجناحا الأمن العربي، الائتلاف السوري عين على المنطقة الآمنة، تركيا العدالة والتنمية والابتعاد عن الديمقراطية. البداية من القاهرة، فمصر والسعودية جناحا الأمن القومي العربي ولن ترون إلا معا، تصريح خرج به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يقف إلى جانب الرئيس المصري في القاهرة، تصريح قطع به الطريق على آراء المشككين في العلاقات المصرية السعودية من جهة، ومن جهة أخرى أعلن قيادة الدولتين للسفينة العربية التي تسير في بحر متلاطم الأمواج. فكيف ستقود هاتان الدولتان سفينة العرب؟ وإلى أي مدى يعتبر تضامن مصر والسعودية أساسيا للحفاظ على الأمن القومي العربي بحسب ما قال وزير الخارجية المصري؟ المكان والزمان قد يكونان الرسالة الأهم التي أرادت كل من السعودية ومصر التأكيد عليهما. المكان كان الكلية الحربية وحضور ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان حفل تخريج دفعات جديدة من القوات المسلحة المصرية. أما الزمان بعدما روج له البعض عن فتور أصاب العلاقة بين الرياض والقاهرة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على متانة العلاقة بين القاهرة والرياض، واصفا البلدين بأنهما جناحا الأمن القومي العربي. يعني مصر والسعودية هم جناحا الأمن القومي العربي، ومعا نستطيع أن نجابه هذه التحديات. تحديات يعمل البلدان من أجل تذليلها في ظل ما تشهده المنطقة العربية من أزمات. فالقوات العربية المشتركة هي نواة التحالف العربي التي ينتظر التوقيع على بروتوكولها الشهر المقبل، كما أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تأتي في إطار وضع رؤية لنقل العلاقات بين البلدين بشكل نوعي. هذا الاجتماع وما نتج عنه وضع أسس للرؤية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وضع آلية لنقل العلاقات المصرية السعودية بشكل نوعي إلى أفق جديدة واستراتيجية، وفي مجال تكثيف التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك العمل على تحقيق أو إنشاء القيادة العربية المشتركة الذي تبنتها القمة العربية الأخيرة. تأكيد على التحالف المتين بين السعودية ومصر هو ما صرح به الطرفان خلال زيارة المسؤول السعودي إلى القاهرة، والتطورات الأخيرة في المنطقة سواء كانت الميدانية في اليمن أو توقيع إيران لاتفاق بشأن برنامجها النووي مع الغرب يدفع الرياض والقاهرة إلى مزيد من تنسيق في المواقف ووضع استراتيجية جديدة للتعامل مع المرحلة. معنا الآن من القاهرة المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي. مساء الخير سعادة السفير، مرحبا بك معنا. أعتقد أنه الدكتور عمرو الشوبكي معنا أولا، أو سعادة السفير. طيب، معنا السفير بدر عبد العاطي. مساء الخير سعادة السفير. وزير الخارجية السعودية السيد الجبير تحدث عن نقل العلاقات بشكل نوعي إلى أفق جديد بين مصر والسعودية. ما الذي يعنيه هذا بالتحديد؟ العلاقات جيدة كما هي عليه، ما الذي يعني نقل العلاقات إلى أفق جديد؟ هذا يعني بطبيعة الحال التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية، طبيعة التحديات والتهديدات التي تواجه البلدين الشقيقين وتواجه الأمة العربية، وعلى رأسها تحدي الإرهاب وتحدي تفكيك وتفتيت العديد من الدول العربية التي تعاني من أزمات خطيرة. كل هذا يتطلب بالفعل نقل العلاقات إلى أفاق أرحب تليق بعمق العلاقات البلدين وأهميتها، وأيضا تمكن البلدين الشقيقين من التعامل مع التحديات الخطيرة الراهنة. اليوم في إعلان القاهرة ورد في فقرة تقول: العمل سويا على حماية الأمن القومي العربي ورفض محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. البعض فهم هذا الكلام بأنه موجه إلى إيران تحديدا، ما رأيك سعادة السفير؟
يعني الكلام واضح جدا، يتعلق بالأمن القومي العربي ويتعلق بعدم السماح بأي تدخلات خارجية في شؤون الدول العربية، وده مبدأ أساسي من مبادئ النظام الإقليمي العربي والعمل العربي المشترك، ومن ثم من واجب البلدين الشقيقين باعتبارهما ركيزات العمل العربي المشترك وجناح الأمن القومي العربي كما ذكر السيد الرئيس، عليهما مسؤولية للتأكيد على هذا المبدأ الأساسي، لأن هناك تدخلات خارجية في شؤون الدول العربية أدت إلى تعقيد العديد من المشاكل والأزمات القائمة، ومن ثم يتعين منع أي أطراف إقليمية أو دولية غير عربية من التدخل في شؤون الدول العربية، وهذا هو الهدف الأساسي من تشكيل القوى العربية المشتركة حتى تتمكن من الدفاع عن الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات الراهنة، ومن ثم لا تسمح بأي تدخلات خارجية، خاصة وأنه ماثل للأذهان أن التدخلات الخارجية في الشؤون العربية أدت إلى مشاكل بل وكوارث كثيرة أصابت بعض الدول العربية وأصابت الأمن القومي العربي. أيضا أشار الإعلان عن مسألة تشكيل القوى العربية المشتركة، كما نعلم الشهر القادم سيتم بحث هذا الموضوع بين وزراء الخارجية والدفاع في الجامعة العربية، هل هناك رؤية واضحة مشتركة سعادة السفير فيما يتعلق بتشكيل هذه القوى والدور المناط بها في المستقبل؟ بالتأكيد في رؤية مصرية سعودية مشتركة، وده ما تم التأكيد عليه خلال زيارة الوزير سامح شكري إلى جدة وتشرفه بلقاء خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي العهد ووزير الخارجية، حيث تم التأكيد على وجود رؤية مشتركة تتعلق بقضية الأمن القومي العربي، دور ومهام المنوطة بالقوى العربية المشتركة، فضلا عن الرؤية المشتركة الخاصة بالملفات الإقليمية المختلفة التي تهم البلدين الشقيقين. وبالتالي في إطار هذه الرؤية المشتركة سيتم عقد الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع ووزراء الخارجية العرب بالقاهرة يوم 27 أغسطس للتوقيع على البروتوكول الخاص بإنشاء هذه القوة، بما يصون ويضمن الأمن القومي العربي ومصالح الدول العربية والدولتين الشقيقتين. شكرا جزيلا لك سعادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية، كان معنا عبر الهاتف من القاهرة. الآن من القاهرة أيضا معنا الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي. مساء الخير دكتور عمرو، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. نتحدث عن هذا اللقاء الهام، يعني تأكيد على العلاقات المتينة وتطلع إلى يعني أفق جديد لهذه العلاقات. البيان كما سألت السفير عبد العاطي قبل قليل، البيان الذي صدر يشير إلى مسألة رفض محاولات التدخل، هل يفهم هذا على أنه موجه بالدرجة الأولى إلى إيران، خاصة الآن بعد الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1؟ أعتقد أنه المقصود هو إيران، حتى لو لم يفصح البيان عن أو لم يذكر اسمها بشكل واضح، لكن بالتأكيد خبرة العالم العربي مع إيران هي خبرة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية. إيران كان لها أزرع متعددة في العالم العربي، سواء كانت أحزاب طائفية أو ميليشيات، أو حتى في فترة من الفترات جماعات سياسية مقاومة. فإيران استخدمت كل الأوراق في الحقيقة، ورقة الممانعة والمقاومة وورقة الطائفية والمذهبية في على حسب السياق وعلى حسب المكان، وهذا كان له نتائج وخيمة على يعني الأقطار العربية التي تدخلت فيها بهذه الطريقة إيران. الآن إيران وقعت اتفاق جديد وهناك أفق جديد للتعاون الإيراني مع القوى الغربية، وهو ربما ما قد يفتح أيضا أفقا للتعاون السياسي بين العالم العربي وبين إيران، بشرط واضح وقاطع هو أن تتوقف إيران عن التدخل في الشؤون الداخلية، عن أن تثير النعرات الطائفية، وأن تكون طرفا في كل صراع يسقط فيه دماء، سواء كان في العراق، في سوريا، في اليمن، أو حتى في لبنان.
وبالتالي أعتقد أن الرسالة واضحة في هذا الإطار. أنه العالم العربي حريص على ألا تتدخل أطراف إقليمية في شؤونه الداخلية، والتدخل بهذا المعنى، المعنى الطائفي والمذهبي أو حتى بالمعنى السياسي. طيب دكتور عامر، الموقف السعودي من الاتفاق النووي مع إيران يعني واضح، عبر عنه الكثير من المسؤولين السعوديين، هناك قلق واضح وهناك هواجس وهناك يعني علامات استفهام كثيرة يطرحها الجانب السعودي على هذه المسألة. هل الموقف المصري من هذا الاتفاق يتماشى مع هذا الخط، أم أن لمصر مفهوم آخر فيما يتعلق باتفاق نووي إيران؟ يعني ربما يعني ما كان تردد في الفترة السابقة عن تدهور في العلاقات المصرية السعودية، في رأيي أنه هذا الأمر يعني غير صحيح. هنا ربما نتحدث عن أولويات قد تتفاوت بين الدول، دولة عربية وأخرى. كما نعلم أنه في منطقة الخليج العربي الإحساس بوطأة الخطر الإيراني على ضوء ميراث سابق وعلى ضوء تدخلات حتى في داخل البلدان العربية الخليجية في هذه المنطقة، تدخلات مباشرة من إيران كما نعلم في البحرين وغيرها، قد يكون بالنسبة للجانب المصري إنه الترتيب الأولويات قد يتفاوت، ولكنه لا يمنع أن المبدأ واحد، أن المبدأ الذي تقوله السعودية بأننا هناك رفض لفكرة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية، هناك رفض لفكرة تفكيك الدول العربية، وهذه مسألة تتطابق فيها تماما مصر والسعودية، فكرة تفكيك الدولة الوطنية أو تفكيك الكيانات الموجودة بغرض بناء كيانات جديدة، مرة تحت اسم الديمقراطية ومرة تحت طارة المذهبية والطائفية. أعتقد ثبت بالدليل القاطع أنه المسار المصري مهما كان فيه من تحفظات أو انتقادات أو مشاكل، أنه فكرة الإصلاح من الداخل وأنه تكون هناك رؤى للإصلاح بالحفاظ على الكيانات الوطنية، أعتقد أنه هنا كما ذكرت تتطابق فيه تماما رؤية مصر والسعودية، حتى لو تفاوتت في بعض الأحيان الأولويات، لكن الموقف المبدئي واحد، أنه كلا البلدين ترفض إعادة تشكيل المنطقة على أسس جديدة وهدم الكيانات الوطنية القائمة، وترفض أيضا التدخلات الإيرانية تحت ذرائع مختلفة، مرة طارة ثورية وطارة ممانعة ومرة ثالثة طائفية ومذهبية بشكل واضح كما جرى في العراق ويجري في سوريا أيضا. شكرا جزيلا لك الدكتور عمرو الشبكي، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كان معنا من القاهرة.